مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج استاذ في الطب. موضوع حلقتنا النهارده اللي هنتكلم فيه عن مشكله بتقابل ناس كتير جدا وما بيتكلموش فيها عشان بيتكسفوا يتكلموا فيها. المشكله دي بتقابل ستات او رجال او اطفال، وهو التبول اللا ارادي او اضطرابات في التبول، ومن ضمنها السلس البولي. ايه هو السلس البولي؟ تلاقي ستات كتير او مثلا رجاله بيبقوا بيشتغلوا بيتكسفوا يتكلموا في الموضوع ده، بيخجلهم ان هم يقولوا عندهم مشكله فيه. نفس القصه في الاطفال، فعشان كده مفيش وعي او ثقافي بالنسبه لهم ان هم يتكلموا في الموضوع ده. تلاقي الرجاله ساعات كتيره قوي او كبار السن بيعانوا وهم بيتوضوا او بيصلوا، ساعات بيعملوا حمام على نفسهم او نقط تبول ويعيدوا الوضوء تاني، ما بيبقوش عارفين المشكله سببها ايه، وعشان ما بيتكسفوا بيتكلموا في المشكله بيبداوا يخبوا عن الناس كلها. النهارده موضوع حلقتنا عن اضطرابات التبول ومن ضمنها السلس البولي. الاول ارحب بضيفي وضيف حضراتكم النهارده دكتور محمد عبد الجواد عمر، عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء وجراحي المسالك البوليه وامراض الذكوره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ سالي. انا سعيد جدا ان مع حضرتك ومع مشاهدي الصحه والجمال. اهلا بيك يا دكتور. النهارده عايزين نتكلم عن اضطرابات التبول. نسمع عن اضطرابات النوم بنبقى عارفينها، لكن اضطرابات التبول دي اول مره ناس كتير ما تعرفش يعني ايه اضطرابات التبول، او اللي هو التبول اللا ارادي. اتضح ان هي موضوع كبير جدا من ضمنها السلس البولي. بتلاقي حتى ستات كتير او رجاله بيتكسفوا يقولوا ان هم عندهم مشكله في الموضوع ده. يعني ايه اضطرابات الاول تبول يا دكتور؟ اضطرابات التبول هي مجموعه الامراض اللي بتنتج عن المشاكل الوظيفيه في عضو اسمه المثانه. المثانه دي هي عباره عن عضو اجوف، او نقدر نسميها نقدر نقول المكان اللي بيتجمع فيه البول، اشبه ما يكون بالبالونه. موجود في منطقه الحوض، وعضو المثانه ده هو زي ما الناس كلها عارفه، بس انا بتكلم بشكل مبسط شويه عشان اغلب الناس تبقى توصل لها المعلومه. يعني له وظيفتين. الوظيفه الاولانيه انه بيجمع البول لحد ما يكتمل النسق اللي المفروض عنده يحصل التبول، او الحد اللي عنده يحصل التبول، بيبدا الانسان يشعر بالقدره او بالرغبه في التبول، فبياخد القرار لما الوضع الاجتماعي بتاعه يسمح وبينزل او بيبدا عمليه ادرار البول. طبعا الوظيفه دي علشان تكتمل لازم المثانه يكون عندها الطاقه الاستيعابيه الكافيه، ما تبقاش فيها فقد. يعني جزء من اضطرابات التبول بتنشا عن ان المثانه بتكون فاقده لقدرتها على تحويش او جمع البول. يبقى عندهم مشكله في المثانه نفسها، مشكله في المثانه نفسها، مش قادره تحوش، مش قادره تجمع. النوع الثاني من اضطرابات التبول او الشق الثاني من انواع اضطرابات التبول بيبقى ناتج عن التفريغ، اما ان المثانه بيكون في ضعف في العضله نفسها مش قادره تفضي، واما ان يكون الصمام اللي بيتحكم في البول مش بيتم التحكم فيه بشكل كافي، اللي هو نقدر نسميه كده فقد القدره الاراديه او فقد السيطره الاراديه على ادرار البول او على قرار بتاع ادرار البول، وده اللي احنا بنسميه مجازا سلس البول، ان الشخص ما بقاش عنده قدره ان هو يتحكم بارادته في عمليه التبول. نقدر نقول ان اضطرابات التبول انواع كتيره او يعني فروع كتيره جدا، اهمها واشهرها لانه بي 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 بيصيب او بيهاجم قطاع كبير جدا من المرضى وكل الاعمار والرجاله والستات، هو اسمه السلس البولي. تمام؟ بس هو ده المقصود بالسلس البولي، عدم القدره او فقد السيطره الاراديه على التبول او على القدره في التبول. زمان كنا بنسمع ان التبول اللا ارادي او اضطرابات التبول بتبدا لكبار السن بس، دلوقتي اصبح ان ستات ورجاله حتى لسه في منتصف عمرهم، يعني ممكن يكون لسه صغيرين كمان، عندهم مشكله في كده يا دكتور. هل بالنسبه للستات استئصال الرحم وبالنسبه للرجاله شيل البروستاتا هو ده بيعمل لهم مشكله في الموضوع ده يا دكتور؟ دي حقيقه. اضطرابات التبول او نقدر نقول السلس البولي انواعه كتير. السلس البولي المزمن في منه نوعين رئيسيين، نوع منهم اسمه السلس البولي الاجهادي. السلس البولي الاجهادي ده هو بيصيب الستات فعلا بعد استئصال الرحم او بعد اي عمليات في الحوض، واكتر سبب للسلس البولي الاجهادي هو ما بعد الولاده في السيدات. كمان الرجاله بعد استئصال البروستاتا بيجي لهم سلس بولي اجهادي. بس عايزين نفهم بقى مع بعض هو ايه السلس البولي الاجهادي اصلا. السلس البولي الاجهادي اللي هو بالعاميه كده لما المريض او الشخص ده بيكح او بيعطس او بيضحك او بيعمل اي نشاط من شانه ان الضغط جوه البطن يزيد، يعني يحزق مثلا او اي سبب من الحاجات دي، بتقوم الميه تفلت منه من غير ما يكون هو واخد القرار، يعني لا اراديا بتبدا الميه تفلت منه، وبتتراوح بقى درجه فلتان الميه دي او درجه هروب الميه من المثانه. تبقى نقط. بتبدا بنقط بسيطه، في ناس بيبقى مشكله عندها اعوص، في ناس بتبقى مشكله بالنسبه لها مشكله انه لو كح بس تلاقي الميه نزلت او كانه عمل حمام كامل على نفسه. ده المقصود بكلمه السلس البولي الاجهادي. ليه بقى بيصيب الناس اللي حضرتك قلت عليهم اللي هم زي حد مثلا عامل
او واحده عامله استئصال للرحم او عامله جراحه في الحوض او ولدت كذا مره طبيعي، او الراجل اللي شال البروستاتا، هنلاقي ان في حاله الرحم او في حاله السيدات الوضع التشريحي للمراه مختلف شويه عن الراجل، ان مجرى البول في المراه صغير جدا او قصير، يعني طوله قصير جدا حوالي 4 سم فقط، وان مجرى البول في او المثانه وقناه مجرى البول مع بعض الداعم الرئيسي ليهم هو عضلات الحوض. العضلات المبطنه او العضلات الهيكليه او العضلات الاراديه اللي موجوده في الحوض، واللي عن طريقها بتقدر الست او السيده يعني تقدر ان هي تتحكم في الميه يعني بنسبه 100%. يعني عضلات الحوض هي العامل الرئيسي اللي بيمكن السيده من ان هي تعمل او تقدر ان هي تعمل تتحكم في الميه او تبقى لها السيطره الاراديه على الميه. دي مشكله كبيره يا دكتور. بالظبط. بعد استئصال الرحم العضلات دي بتضعف، تمام. العمليه الجراحيه طبعا او بيتم فقد جزء من الدعم اللي حاصل للمثانه عن طريق الانسجه اللي موجوده في الحوض وكده، بيحصل هبوط للمثانه والعنق ومجرى البول، فبيبدا السلس البولي، تقدر قدره السيده للسيطره على التبول او للسيطره على الصمام المتحكم في البول بتبدا تقل، وبالتالي لما بتكح او بتعطس او بيحصل اي نوع من الكلام ده بيحصل سلس بولي. عند الرجاله الوضع شبه كده، بس فكره استئصال البروستاتا هو ما حصلش ضعف في عضلات الحوض ولا حاجه، لكن غده البروستاتا في حد ذاتها لها دور مهم جدا في الرجاله. غده البروستاتا لها وظيفه حيويه ان هي بتفرز سائل مغذي للحيوانات المنويه وجزء مكون من السائل المنوي، ده الوظيفه بتاعتها. لكن بوضعها نفسه الوضع التشريحي لغده البروستاتا هنلاقي انها هتحتضن قناه مجرى البول عند عنق المثانه، فبتمثل الداعم الرئيسي للمثانه كوضع تشريحي، وان هي بتعتبر في حد ذاتها صمام بيمكن الرجاله من التحكم في البول، او صمام لا ارادي، مش صمام ارادي كمان، يعني صمام لا ارادي بيمكن الرجاله من التحكم في البول. فهو راجل بيعيش 50 او 60 سنه معتمد بشكل اساسي في حبس البول على الصمام اللا ارادي، يعني ما بيحتاجش ان هو يحبس الميه بارادته غير في اوقات قليله جدا، ان هو يبقى فارض سيطرته بشده لما بيكون مزنوق قوي ومش عارف يعمل، او مش عارف الوضع الاجتماعي ما بيسمحش للتبول. هنا بيجي دور الصمام الارادي، لكن طول الوقت هو معتمد على غده البروستاتا او على الصمام اللا ارادي في قفل المثانه. لما بيحصل استئصال للبروستاتا، تمام، مره واحده كده الراجل ده فقد السبورت او الدعم الرئيسي لعنق المثانه والمجرى البول، فبيبدا يحصل نوع من انواع السلس البولي الاجهادي، انه لما بيكح او بيعطس الميه بتنقط منه. بس الميزه هنا في الوضع ده ان الراجل عنده صمام تاني سليم، الصمام الارادي تحت، تمام. فمع الوقت الموضوع ده بيتحسن، يعني الراجل اللي عمل استئصال للبروستاتا ده من المتوقع انه في خلال سنه او سنه ونص بالكتير قوي، بيبدا من 6 شهور لحد سنه ونص بتبدا يقدر يتحكم في الميه بشكل طبيعي، وبيرجع لحياته طبيعيه. يعني مش اي حد فقد البروستاتا وجاله التنقيط اللي بيحصل بعدها ده ان هو مش هيرجع تاني للطبيعي، لا، فرصته انه يرجع للطبيعي اكتر بكتير من السيده اللي عملت جراحه في الرحم او جراحه في الحوض او ولاده او 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 جالها بعد كده السلس البولي اللي. طب في طرق علاج يا دكتور دلوقتي بتمنع موضوع السلس البولي؟ يعني بتعالجه نهائيا؟ السلس البولي كل انواعه ليها علاجات، او اغلب انواعه ليها علاجات، يعني من اول التمارين والعلاجات الدوائيه لحد الصمام البولي الصناعي اللي بيتحكم في الميه. بس هي الفكره كلها انه بيعتمد على التصنيف او انواع السلس البولي. يعني احنا الى جانب نوع السلس البولي الاجهادي ده اللي له خطوط علاجيه كتيره ممكن نسردها في اثناء الحلقه بتاعتنا، في السلس البولي الملح، وهو الشعور المفاجئ بالرغبه في التبول، وده بيصيب في اغلب الاحيان السيدات، وممكن البنات الصغيرين، يعني البنات من سن ال20 كده يبدا يجي لهم حاجه زي كده، بس بيبقى اكتر في السيدات بعد برضو الولادات وكده. وبيصيب برضو الناس اللي عندهم مشاكل دوائيه او مشاكل طبيه، زي مثلا الناس اللي جالها الستروك او الجلطه الدماغيه، بتطلع منه بجزء من السلس البولي الملحة او اللي هو الرغبه الملحه في التبول. وفي ناس برضو كمان اللي بتمشي على بعض ادويه من شانها ان هي بتضعف شويه عنق المثانه، ادويه المزمنه زي الناس الباركنسونيزم او الشلل الرعاش، دول بيبقى عندهم برضو السلس البولي الملحة او الرغبه الملحه في التبول. لو اتكلمنا كعلاج، لو تحب حضرتك نبدا نتكلم عن الخطوط العلاجيه. طيب. بالنسبه للسلس البولي الملح بيبدا علاجه في الاساس بالجانب الدوائي، تمام، وحالات كتيره بتستجيب وبتتحسن للجانب الدوائي. ولحسن الحظ دلوقتي في خطوط دوائيه متوفره كتيره، سواء حاجه اسمها مضادات الكولين، تمام، ودي بتتدرج حسب قوتها وحسب كفائتها وحسب الانتقائيه بتاعه الدواء نفسه، بحيث انها تقلل الاعراض الجانبيه بتاعته، لان طبعا كل دواء له اعراض جانبيه، فكل ما بتزيد الانتقائيه بتاعه الدواء كل ما بتقل الاعراض الجانبيه بتاعته، تمام. بالنسبه لبرضه في انواع جديده اللي هي البيتا 3 اجونست او منشطات البيتا 3، ودي برضه من الخطوط الدوائيه اللي تعتبر حديثه نسبيا مقارنه بمضادات الكولين وبتجيب نتيجه. طيب الناس اللي ما بتستجبش للعلاجات الدوائيه في الحكايه دي بنبدا بقى حقن البوتوكس، بيبقى هنا بقى ده الحالات اللي ممكن تستفيد كتير قوي من عمليات حقن البوتوكس. بس عايز اقول على حقن البوتوكس هنا ان هو دوره البوتوكس طبعا عشان تبقي عارفه حضرتك هو ماده مرخيه للعضلات، بتستخرج اشبه ما تكون بماده سامه اسمها البوتيوليزم اللي هي بتعمل الشلل الرخو.
تمام؟ الباتوكس ده مشتق منها بحيث ان هو يعمل ارتخاء بسيط في عضله المثانه، يعني حاجه درجه الارتخاء اللي بيعملها اقل شويه، اقل مليون مره طبعا من البوتوليزم نفسه. تمام؟ مشكله الباتوكس ان هو بعد سنه، في خلال سنه كامله او غالبا بيكون فقد تركيزه والمريض ده تاثيره، والمريض ده بيحتاج انه يحقن تاني. تمام؟ يعني لازم يحقن بصفه مستمره يا دكتور؟ هيحقن بشكل مستمر. تمام؟ في مشكله ثانيه بتحصل برضو مع حقن الباتوكس، علشان الناس تبقى عارفه، الناس اللي عندها السلس البولي الملح اللي مضايقهم ومش مستجيب للعلاج، لما بتلجا لحقن الباتوكس لازم تتنبه ان هي في خلال الفتره اللي هي واقعه تحت تاثير الباتوكس اللي اتحقن دون، ان هي باستمرار تعمل اختبارات للمثانه تقيس كميه البول المتبقي. ليه؟ لان الباتوكس ساعات بتبقى اوفر دوز، او ساعات بيبقى الحقن بتاعه استجابه المريض ليه اكتر من المتوقع، فبيحصل ان المثانه ما بتنقبضش كويس، لان احنا مدينه يرخي المثانه عشان يقلل النشاط الزائد اللي في المثانه اللي بيعمل السلس البولي الملح. تمام؟ لما بيحصل ان الباتوكس ده يبقى بزياده او يبقى تاثيره على المثانه او استجابتها ليه اكتر من المتوقع، فالمثانه دي ما بتضربش كويس، بتبقى او ما بتنقبضش كويس، فبتبقى فيها حاجه شبه الاحتباس البولي بقى، ان المريض بيدخل يتبول فبيتبول جزء بسيط من الميه اللي موجوده جوه المثانه والباقي بيفضل متحوش، ده بيرتجع بعد كده على الكليتين. تمام؟ وبيعمل مشاكل. فدول المشكلتين الرئيسيتين، ان هو بيعمل جزء من الاحتباس او جزء من الميه ما بتنزلش بشكل كويس، ما بتتفضاش بشكل كويس. والمشكله الثانيه او الحاجه الثانيه ان بعد الباتوكس انه بيحصل فيل او بيحصل فقد تدريجي للكفاءه بتاعته، بيحتاج المريض انه يحقن تاني. في بقى اساليب جراحيه بس يعني غالبا اغلب الحالات بتنتهي عند كده، ما بتوصلش كده، زي يعني مثلا اساليب اكتر من كده يعني مور اجريسيف يعني. عشان بس ما نضيعش وقت الحلقه، ممكن نتنقل الخط بالنسبه للسلس البولي برضو الاجهادي، نقول الخطوط الرئيسيه في علاجه عشان الوقت، انا عارف ان الوقت بتاع حضرتك بيجري. طب دكتور، بالنسبه للسيدات يا دكتور اللي بيبقى عندهم مشاكل في اضطرابات التبول، تمام؟ يروحوا لدكتور امراض نساء ولا يروحوا فين؟ يعني يروحوا لدكتور متخصص مين بالظبط؟ في حاجه اسمها اليوروجاينيكولوجي او المسالك النسائيه، تمام؟ ودي متوفره دلوقتي، بس التخصص نفسه ده انا اول مره اسمعه. لا لا، موجود اليوروجاينيكولوجي ده، موجود في اماكن كتيره، مستشفيات حكوميه كتيره يعني وزاره الصحه موفراه في مستشفيات كتيره جدا، تمام؟ وموجود في مستشفيات الجامعيه، وده بيختص باضطرابات التبول عند السيدات، تمام؟ وبيبقى متاسس في الاساس على وحدات اسمها وحدات اليوروداينامكس او الوحدات ديناميكيه التبول. بتبقى وحده اليوروداينامكس دي الباك بون او العمود الاساسي بتاع وحده المسالك النسائيه، وبيبقى الوحدات دي متزوده بغرف جراحيه ان هي تعمل الحاجات بقى من اول الحقن، سواء الباتوكس سواء الحاجات الثانيه اللي ممكن تحقن زي الهاليورونيك اسيد والحاجات دي، والجراحات اللي ممكن تحتاجها حالات السلس البولي الاجهادي، زي مثلا الشريط المهبلي وزي الفاجينال بيسري او اللي هي الداعم المثانه اللي بيتحط عن طريق المهبل، او الحاجات بقى اللي احنا ممكن نتطرق ليها دلوقتي واحنا بنتكلم. طيب دكتور، بالنسبه للسيدات يا دكتور او الرجاله عموما، ساعات بيبقوا هم نايمين بالليل بيقوموا يعملوا حمام ما بيكتمل، يعني اللي هو نقطتين ويرجعوا يناموا تاني ويرجعوا تاني، ما بيبقوش عارفين ده فعلا سلس حتى مخ، يعني ساعات الناس تقول لنفسها ايه، لا ده بدايه سكر او املاح او صديد، هل دي معلومات خطأ يا دكتور؟ طيب انا هقول لحضرتك، هو بس الموقف اللي حضرتك شرحتيه دهون ده اسمه زياده تكرار التبول او الانكريز دي فريكوانسي. لا مش زياده تكرار التبول، مش بيعملوا حمام بشكل كامل ويرجعوا تاني، لا هو بيقوم وبعد بيقوم بشكل كتير يعني كل 10 دقائق بيروح، تمام؟ لما بيحصل زياده تكرار التبول احنا بنحكم على حاجه مهمه، على كميه البول اللي بتنزل في كل مره. يعني لما المريض كل 10 دقائق انا محتاج اروح حمام، هل هو بيروح يجيب كميه كتير ولا بيروح يجيب نقطتين ويرجع؟ دي بتفرق. لو نقطتين ويرجع لو بيجيب كميه كتير، ده معناه ان كميه البول كتيره، تمام؟ فدي لها امراضها واشهرها مرض السكر، وطبعا بنبدا عمليه الفحص عشان نتصرف. لو نقطتين وبيرجع دي ليها اسباب، تمام؟ من اشهر الاسباب اللي بتعمل القصه دي ان المريض يبقى قاعد ومزنوق وكل شويه يروح جاي على الحمام، وبالذات بتزيد فتره الليل، حالات الانفكشن او العدوى، اللي هي اشهرها طبعا التهابات المثانه، سواء التهابات المثانه الصديديه او التهابات المثانه الغير صديديه او الغير جرثوميه عموما يعني. تمام؟ ده بالنسبه لالتهابات المثانه، ودي بتصيب اكتر الستات في فتره يعني من اول الجواز لحد مثلا انقطاع الطمس، الفتره دي بيبقى فيها فرص الاصابه، لان السيده بتبقى نشطه جنسيا، فبتبقى فرصه الاصابه بالتهابات التهابات المثانه فرصه عاليه، تمام؟ من الاسباب الثانيه اللي ممكن تعمل كده ان المريض يبقى مزنوق باستمرار او يقدر يروح الحمام كتير، السبب الاكثر شهره بعد التهابات المثانه هو حصوات الجزء السفلي من الحالب. وجود الحصوات في الجزء السفلي من الحالب استنادا على ان الجزء السفلي من الحالب له نفس التغذيه العصبيه اللي بتغذي عضله المثانه، او بتغذي بالتحديد الترايجون اللي هو الجزء من عضله المثانه المحيط بمجرى البول، تمام؟ فده بيخلي المريض يتصدر له طول الوقت احساس وهمي بان في رغبه في التبول، ولما بيروح يتبول بيجيب نقطه او نقطتين او ثلاثه.
تمام. ده بيصيب طبعا، ممكن يصيب اي فئه عمريه، اي حد معرض ان يجي له حصوه صغيره تمام في بسيطه موجوده في الجزء السفلي من الحالب، بتدي نفس الاحساس ده هو ان المريض عنده الرغبه الملحه في التبول. في اسباب تانية ممكن تعمل كده هو، بس اسباب اقل يعني في الحدوث، وبيبقى الربط ما بينها وربط الفئه العمريه اكتر، زي مثلا الناس اللي عندها التهابات البروستات، الرجاله الكبار بقى طول الوقت، او التضخم الحميد بتاع البروستات بيبقى عنده طول الوقت رغبه في انه يروح الحمام يفضي شويه وما يجيش. في نوع تالت او نوع مهم بقى كمان لازم نضيفه في النقطه دي، ان المريض اللي ما بيفضيش كويس، اللي هو عنده احتباس بولي، واللي بيحصل ده اوفر فلو، ان المريض ده عنده مشكله نتج عنها احتباس بولي، ان المثانه ما بتفضيش كويس، فيعني كل شويه بيحس بالتبول وبيروح يفضي نقطتين وبيرجع، وده مينلي او بشكل رئيسي بيبقى المريض الكبير في السن، وغالبا بيبقى راجل تمام. وبيبقى الاحتباس البولي ده مخبي وراه اما ان عضله المثانه ضعيفه ما بتفضيش كويس، او في حاجه سد عنق المثانه اللي هي اشهرها تضخم الحميد في البروستاتا، او بعد كده بقى ممكن حصوات مجرى البول نفسها تعمل كده، ان المريض يبقى قاعد عنده كميه ميه في المثانه وحاسس بالتبول، وهو بيروح الحمام بيفضي شويه صغيرين وبيرجع تاني، وبيروح الحمام بيفضي شويه صغيرين وبيرجع تاني، وهكذا، هو ما فضاش كل اللي في المثانه تمام. فده اسمه ريتنشن ويز اوفر فلو، او الاحتباس البولي الناتج عنه زياده تكرار الرغبه في التبول، او تكرار مرات الرغبه في التبول. بس ناس كتير يا دكتور او اللي بيعانوا من موضوع السلف البولي ما بيبقوش عارفين هو ايه، وبيكملوا كده وبيشخصوا حالتهم بنفسهم، اهمالهم للموضوع ده يا دكتور بيؤدي لحاجات اكبر من كده؟ السلس البولي هو حاله مرضيه مش حاجه طبيعيه، يعني في ناس بتعتبره ان هو جزء حاجة من الطبيعه جداً وهيرجع، او خصوصا احنا في فصل الشتاء فده ممكن يحصل. لا، وجود السلس البولي بصوره ان الميه بتفلت بكميات كتيره، ده بينتج عنده مشاكل كتيره جدا، اهمها بالذات في الناس الكبيره في السن اللي بيبقى عندهم مرض السكر، بيبقوا ما عندهمش الرفاهيه ان يتعرضوا لاي عدوى من اي نوع. مريض السكر ما بيبقاش عنده الرفاهيه ان يجي له اي عدوى، ولو وجع ضرسه حتى. صح. فالمريض ده لما بيتراكم البول على جسمه وهو طول الوقت سي مثلا، او خلينا نقول ان هو بره البيت مثلا فنزلت شويه بول، فبيفضل سايبهم على جسمه فتره طويله، ده بيعمل التهابات في الجلد، الالتهابات دي بتعمل مشاكل كتيره بعد كده. ده واحد. الحاجه الثانيه ممكن السلس البولي نفسه زي ما قلت لحضرتك كده يكون مخبي وراه مشكله كبيره قوي، ممكن السلس البولي ده يكون ناتج عن ان المثانه ما بتفضيش اصلا، وان اللي بيطلع ده هو الزايد عن الطاقه الاستيعابيه بتاعه المثانه، فده بينتج عنه بقى مشاكل وظيفيه في الكلى، ان بيحصل بعد كده ارتجاع على الميه للميه فوق وللكليتين، وبتعمل اضطراب في وظيفه الكليه نفسها. من الحاجات برضو المهمه في موضوع في نقطه بتاعه السلس البولي ده العامل النفسي. العامل النفسي في مشكله هي في الاساس كيورابل، يعني حاجه يمكن علاجها، سواء بالعلاج سواء بالتمارين سواء بالجراحه او بالتدخلات الجراحيه سواء المحدوده او الجراحه الكامله يعني. طب معانا اتصال بقاله فتره يا دكتور، نرجع نكمل. اتفضلي. ام فارس مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاكي، اتفضلي. وانا كنت عايزه اسالك يا دكتور. اهلا بيك يا ام فارس، اتفضلي. انا عندي حاجه في الحوض كده والجهاز التناسلي كله هزه كده، او حاجه زي شنيور، مش عارفه اقيمها بالظبط ايه. ما سمعتش معلش، حاجه زي ايه؟ هزه او شنيور؟ تمام، ده في منطقه الحوض كلها يعني؟ في الحوض، في الجهاز التناسلي كله. في الجهاز التناسلي كله، تمام. ماشي، تمام. طب في اي سؤال تاني ليكي؟ لا شكرا، هو ده بس عايز اعرف ايه السبب وعلاجه. تمام. طيب دكتور محمد هيرد عليكي حالا، وشكرا لاتصالك يا ام فارس. تمام. هو الخطوه الاولانيه طبعا في ام فارس بتحكي، احنا هي بتقول الهزه في الحوض كله، فهي مش عارفه مصدرها هي من الجهاز التناسلي ولا من الجهاز البولي. فبنعمل اول حاجه علشان نستثني الحاجه الاسهل او اللي في ايدينا القريبه، بنعمل تحليل بول بس مش اكتر من كده. بعد تحليل البول ده هو اذا طلع فيه التهابات في المثانه بالشكل الملحوظ او كده بيتعالج، بيتعمل لها العلاجات بتاعتها. طيب طلعت المثانه كويسه والدنيا يعني ما فيش سبب واضح في 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 في, في تحليل البول يقول لنا ان ممكن يكون في التهابات في الحوض، بناخد خطوه اعلى شويه وبنعمل اشعه تلفزيونيه. تمام. الاشعه التلفزيونيه ده هي هتقدر تقيم لنا وضع المثانه، هل ممكن يكون فيها التهابات مزمنه، ممكن يكون فيها لا قدر الله حصوات او اي سبب ان كان بقى. دي حاجة يعني هتدينا بس الفكرة المبدئية، عشان برضو لو احتاجنا تدخل بعد كده سواء بالأشعة المقطعية أو بأي حاجة تانية. بالنسبة للجهاز التناسلي، الأشعة التلفزيونية هتدينا صورة مبدئية عن حالة الرحم، عن فرص لو في مثلا مشاكل فيه زي وجود الأورام الليفية أو أي حاجة تانية. المفروض بنعمل حاجة كمان زي تقييم للجهاز التناسلي، من حيث بقى لو في إفرازات، لو في نوع من النزيف اللي بيجي، اضطرابات في الدورة الشهرية، كل الحاجات دي بتتحط كده على بعض مع بعضها، وبنطلع منها بمحددات معينة للتشخيص نقدر إن احنا نعالجه. بس الخطوة الأولانية اللي هي لازم تعملها هي تعمل تحليل بول مبدئي بصورة مبدئية يدينا فكرة عن التحليل. يا دكتور بيبين إذا كان في سلس بولي أو لا؟ لا، التحليل هيبين لنا طبيعة البول نفسه. هل البول نفسه فيه خلايا صدادية ولا لا؟ هل البول فيه كمية من الأملاح الغير زائبة اللي هتحتاج للعلاج عشان
ما تكونش حصوات او اي حاجه، بس وجود الهزه او الوجع في الحوض ده يا اما منشاه التهابات في مجرى البول يا اما التهابات في القناه المهبليه، ده بشكل مبدئي. فعلشان احنا يعني الاسهل الاقرب اللي في ايدينا الاول اللي نعمله هو البول فنحلله، اذا طلعت الالتهابات في المثانه بنعالجها في الاساس طبعا مع ملاحظه القناه المهبليه وملاحظه وجود افرازات ولا لا، ولو في افرازات لوعها لونها وكميتها والكثافه بتاعتها عامله ازاي، عشان دي برده ممكن يبقى في نوع من الالتهابات الفطريه اللي مش هتطلع في تحليل البول، دي مش هنشخصها غير بمجرد الايه النظر. تمام. وطبعا الفحص الاكلينيكي لنفسها او بمعرفه طبيب النساء يعني يشوف الايه الدنيا عامله ازاي وبعد كده بيقيم الحاله. طب اعراض السلس البولي يا دكتور، هو بس تنقيط في البول ولا فيه اعراض ثانيه؟ بس هتجاوبني بعد ما ناخد الاتصال اللي معانا. تمام. ام نجيب مساء الخير. الو. ايوه ام نجيب اتفضلي. لو سمحت عايزه اتواصل مع الدكتور. اتفضلي الدكتور معاكي. اهلا بيكي يا ام نجيب اتفضلي. استاذنك بس الاول توطي التلفزيون بعد اذنك. عنديها 55 سنة. سكرها دايما يا دكتور عالي. معلش انا ما سمعتش من الاول يا منى جيب اتفضلي بعد اذنك. من الاول معلش. بقول لك لو سمحت يا دكتور انا معايا الوالده عندها 55 سنة. تمام اتفضلي. تمام السكر بتاعها دايما عالي. عالي يعني ارقامه عامله ازاي مثلا؟ معدي 300 معدي 400. تمام اتفضلي. اتفضلي. معاكي يا ام نجيب اتفضلي. فحضرتك نحن ابتدينا في العلاج معاها فدلوقتي بدات بتعب المثاني. تمام. ودلوقتي عندها تبول لا اراده ودلوقتي مركبه قسطره. علشان خاطر الميه بترجع تاني على الكلي. تمام ماشي ماشي اتفضلي. طب في استفسار تاني ليك يا ام نجيب؟ فاحنا ما عارفينش حضرتك ايه علاجها وما متواصلينش مع دكتور يخلينا يعني نفهموا ايه حالتها من دكتور لدكتور من دكتور لدكتور واحنا ما فاهمينش حالتها ايه خالص يا دكتور. طيب اتفضلي اتفضلي حاضر معاكي. شكرا لاتصالك يا ام نجيب والدكتور هيرد عليكي حالا. فكره برضو التشخيص الخاطئ يا دكتور. ان احنا بالظبط دكتور ما بيوجهناش نمشي ازاي صح؟ انا هقول لها هي تتصرف ازاي. اول حاجه في السكر هو سبب من اهم اسباب التهابات المثانه الرئيسيه، لان مرض السكر ده معناه ان الشخص ده في حاله مناعيه مش 100% حالته المناعيه او الحاله المناعيه للجسم الخلايا المناعيه بس ما يعملش اضطرابات التبول. لا هو مش هيعمل اضطرابات التبول. انا هقول لحضرتك على القصه دي عامله ازاي او الموقف ده هيمشي ازاي. فوجود السكر لازم السكر يتظبط في الاساس، ده رقم واحد. خلاص. طيب بالنسبه للقسطره السلس البولي كسلس بولي بشكل طبعا الالتهابات دي بتكون مصحوبه بدرجه من درجات السلس البولي. خلاص يعني وجود الالتهابات في المثانه، التهابات دايما في المثانه فيها صديد عايزه تطرده، فالمثانه ما بتتمليش للاخر، ما بتتمليش لحد الدرجه اللي الانسان ممكن يستحملها في الظروف العاديه. شويه بول صغيرين تبدا المثانه بتحس بدرجة زي حرقان كده او اكلان، تضرب تضغط لوحدها هتلاقي الميه عايزه تنزل على طول، دايما رغبه مستمره في التبول. ده في الشخص العادي. تمام. لكن الواضح في حد 55 سنه الدكتور اللي عمل لها القسطره ده اكيد عنده اسبابه. يعني السلس البولي ما بيحتاجش قسطره. السلس البولي في حد ذاته كسلس بولي لا، وجود القسطره غلط مش صح. تمام. لان وجود القسطره ده كل الفايده اللي بيعملها ان الارض ما بتتبلش، ان الهدوم ما بتتعكش. تمام. لكن هل هي مفيده من الناحيه الوظيفيه؟ بالعكس بتضر، ما بتفتش، ما بتزود الالتهابات طول الوقت. مصدر القسطره دي مصدر للعدوى اللي داخله لحد المثانه، بتعمل احتكاك في المثانه، بتحك في جدار المثانه، فده بيتعب المريض. زائد ان وجود القسطره في حد ذاته جوه الجسم ملوش فايده من الناحيه الوظيفيه للمريض بتاع السلس البولي نفسه، يعني هو ما استفادش حاجه، ما استفادش. مش مثلا كانت وظيفه الكلى لا قدر الله تبوظ ولا لا وبعدين هي القسطره جت حمته. لكن الكلمه اللي هي قالتها كلمه عشان الميه ما تردش على الكلى فهي حاطه قسطره، ده معناه ان هي عندها سبب من الاسباب اللي بتخلي الميه ترد على الكلى وعشان كده القسطره اتحطت. تمام. اشهر سبب في السيدات في سن ال 50 او 55 سنه يحتاج قسطره ان بيكون عندهم سقوط مهبلي. السقوط المهبلي ده بيقفل عنق المثانه. تمام. يعني لما بيحصل سقوط مهبلي الوضع التشريحي بتاع المثانه بيختل بيضطرب، بدل ما هي كده بتتقلب لورا كده شويه. فلما بيحصل كده عنق المثانه نفسه بيتقفل، الكتله اللي نازله من المهبل اللي هي الرحم دي بتضغط على عنق المثانه او على مجرى البول فبتقفله، فبتبقى السيده دي ما بتفضيش البول كويس. تمام. دي الحاله اللي كنت لسه بقول لحضرتك عليها من شويه، ان المثانه فيها بول كتير. تمام. والمريض حاسس انه عايز يتبول ويروح ومش قادر يفضي، فبينزل شويه صغيرين ويرجع تاني، بينزل شويه صغيرين ويرجع تاني وهكذا. في وقت من الاوقات بتبدا المثانه تفضي نقط دي من غير اراده الشخص نفسه، خلاص فقد السيطره عليه. حتى لو متحكم فيها تعتبر نوع من انواع السلس البولي؟ لا هي هنا دي مش سلس بولي. هو هنا لو سلس بولي يبقى ثانوي، لان هنا ده في الاساس احتباس بولي. احتباس بولي مع طفح اللي هو ريتنشن ويز اوفر فلو. خلاص.
هنا القسطره بتبقى ضروره لحد ما تتحل المشكله التشريحيه تحت في الحوض، خلاص؟ فلازم السبب اللي عشانه اتحطت القسطره هو ده يتعالج، لان هي قالت عشان الميه ما تردش على الكلى، وده كلام وجيه جدا ان لما تحط القسطره، بس السبب ايه؟ السبب ما نقدرش نشوفه غير لما نفحص السيده دي بنفسنا ونشوف. فهي محتاجه حد بتاع مسالك بوليه مش امراض نساء، تمام؟ يقيم الحاله، هيعمل اشعه تلفزيونيه على الكليتين يشوف في ارتجاع عليهم اصلا ولا لا، تمام؟ هيحسب لها كميه الميه اللي بتتبقى بعد التبول، يعني هتتشال القسطره دي وهتروح السيده دي تتبول بشكل طبيعي. لما هتتبول اذا اتبقى في المثانه نسبه ميه اكتر من 100 سنتي، اذا دي محتاجه فعلا علاج. والعلاج هنا بقى هيقوم بعد عمل حاجه اسمها ديناميكيه التبول اللي انا قلت لحضرتك عليها. هتقيم هل المشكله في ان المثانه ما بتنقبضش بشكل كويس، ولا هل المشكله ان في انسداد عند عنق المثانه مانع ان الميه تنزل. وفي اللحظه دي هنشوف بقى هل القسطره دي حالتها العامه هتستحمل انها تعمل التدخل الجراحي وتحل المشكله، ولا هل هنسيب القسطره دي كحل سهل لان السيده دي مش هتستحمل الجراحه. هي من الناحيه الدوائيه ما قالتش غير عندها السكر بس، وده مش عائق ان هي تعمل حل كامل وسليم للمشكله دي. فهي الخطوه الاولانيه هتروح لحد بتاع مسالك بوليه يقيم الموقف ويبص على الكليتين ويبص على المثانه ويحسب كميه الميه المتبقيه. بعد كده بتتحول لحد بتاع مسالك نسائيه يتصرف بقى او يعمل عمليه تقييم لوظيفه بتاعه المثانه في حد ذاتها. تمام يا دكتور. قبل الاتصالات كنت عايز اسالك سؤال، اعراض السلس البولي، هل التنقيط البول بشكل غير منتظم ولا في اعراض تانية يا دكتور؟ ما هو السلس البولي هو في حد ذاته كديفينيشن هو مجرد ان الميه بتنزل بغير التحكم، يعني مش لازم تنقيط، في ناس بتنزل كميات، خلاص؟ الاعراض التانية دي بتبقى معتمده على السبب، يعني لو قلنا حاله سلس بولي مثلا ناتج عن المثانه العصبيه، لا قصدي حرقان في البول، قصدي مثلا خلينا نقول سلس بولي معاه حرقان في البول، في العادي السلس البولي ما يجيش معاه حرقان في البول. وجود الحرقان في البول هيبقى فيه سبب تاني، زي مثلا ان يكون الشخص ده عنده التهابات في المثانه، التهابات صديديه في المثانه او التهابات جرثوميه في المثانه، فيبدا طول الوقت الميه بتفلت منه، تمام؟ وفي نفس الوقت الميه وهي نازله بتحرقه، لان الصديد ده بيحرق وهو نازل في مجرى البول. واحد عنده اعراض تانيه مثلا زي ايه؟ زي مع السلس البولي يكون مثلا عنده وجع في جنب من الجنبين مثلا، او وجع على في الكليتين بس في الجنبين باستمرار، ده شخص عنده احتباس بولي ادى الى سلس بولي، وهكذا. يعني السبب بتاع السلس البولي نفسه هو ممكن يكون ليه اعراض تظهر على المريض، يعني زي مريض المثانه النشطه مثلا او المثانه العصبيه، تمام؟ السيدات في مرض اسمه المثانه النشطه، بتيجي مفيش التهابات جرثوميه، مفيش مشكله في اي حاجه خالص، هي الست كل عندها المثانه فيها اوفر اكتيفيتي، اوفر اكتيف بلاد، المثانه ما بتستناش لما بتتملي وما بتستناش لما تاخد الاوردر من الشخص من المريضه نفسها، يعني المفروض ان الفعل المنعكس بتاع التبول بيبدا باشاره عصبيه، السيده عقلها قرر تبول دلوقتي، فده اوردر. في حاجه اسمها المثانه النشطه، المثانه لوحدها بتضرب، لوحدها بتنقبض. ده تلاقي دايما المريض ده عنده مشاكل في تلاقي عنده امساك، لان نفس العصب شديد تلاقيها هي بتعمل لها اضطرابات، نفس الاعصاب دي فيها نشاط زياده، في نشاط زياده في العصب الثاني اللي بيتحكم في الايه؟ في الشرج، فتلاقي دايما السيدات اللي عندهم اوفر اكتيف تلاقي معاهم حاله من حالات الامساك، وهكذا بقى. كل ما كان السبب او السبب اللي ورا السلس البولي بيبقى له اعراضه، لكن في سلس بولي لمجرد السلس البولي اللي هو زي ضعف الحوض مثلا اللي هو الاجهاد بس. انا عايزه برضه اسالك سؤال ثاني يا دكتور، في معتقدات تقول لك ايه؟ لا احنا نقلل شرب الميه عشان ما يحصلش اللي هو التبول كل شويه او التنقيط ده، هل المعتقدات دي صح ولا غلط؟ بس جاوبني بعد ما ناخد مدام مروه معانا. مدام مروه مساء الخير. ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي الدكتور اتفضلي. اهلا بيك يا مدام مروه اتفضلي. اهلا بحضرتك. هو انا كنت كشفت وعملت اشعه تلفزيونيه، تمام، والدكتور قال لي ان انا عندي ارتجاع على الكلى اليمين. ارتجاع على الكلى اليمين؟ تمام. ما قالكيش درجه الارتجاع، يعني ارتجاع بسيط، ارتجاع متوسط، ارتجاع كبير، ما قالش حاجه زي كده؟ هو انا عملت عمليه وركبت دعامه. تمام. طب ما قالكيش برضو سبب ايه الارتجاع ايه ولا؟ عرفت، قال لي ان في ضيق في الحالب وفي حصويه سد الحالب. طب انت حضرتك كام سنه؟ 34. طيب لما ركبت الدعامه استخرج الحصوه ولا ما استخرجهاش؟ ملقيش الحصوه. ملقيش الحصوه. طب انت لما دخلتي العمليه، لما دخلتي العمليه كنت عامله اشعه تلفزيونيه بس ولا كنت عامله اي نوع تاني من انواع الاشعه؟ لا، عملت اشعه تلفزيونيه وعملت اشعه مقطعيه. وعدت التلفزيونيه تاني قبل ما ادخل للعمليه. تمام تمام تمام. وبعدين لما حطيتي الدعامه؟ ركبت دعامه قعدت 40 يوم. تمام. وبعدين شلت الدعامه ولا لسه؟ وشلت الدعامه ولسه، وبدات احس تاني الاسبوع ده كده بنفس الاعراض اللي كنت بحس بيها الاول. بنفس الاعراض اللي كنت بتحسي بيها الاول. طيب لسه عايزه تقولي اي حاجه تانية ولا اجاوب حضرتك؟ لا، هو بس حاسه بحرقان في البول، حاسه ان عايزه اروح الحمام على طول، حاسه ان لسه جنبي بيوجعني. تمام. انت شلت الدعامه بقالك قد ايه؟ انا شايله الدعامه دلوقتي بقالي يجي شهر. بقالك يجي شهر كامل ورجعت نفس الاعراض او الاعراض اللي حضرتك بتتكلمي عنها؟ بالظبط كده. تمام ماشي، اتفضلي اسمعي الاجابه.
الدكتور هيرد عليكي حالا يا مدام مروه، وشكرا لاتصالك معانا. اتصال تاني ناخده ونجاوب على الاثنين مع بعض. تمام مش استاذ شريك مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فندم كنت ممكن تكلم الدكتور؟ الدكتور معاك اتفضل. اتفضل استاذ شريف مع حضرتك اتفضل. بقول لحضرتك يا دكتور دلوقتي انا عندي المدام وقت الجماع بيجي لها تبول لا ارادي. تمام. بعد كده بيبقى فيه وجع، ده عادي ولا دوت؟ ماشي تمام. عاوز اعرف ايه بالظبط يا فندم. ماشي اتفضل. المدام عندها كام سنة؟ هي 28 وانا 35. طيب حصل ولادة قبل كده؟ مرات يا فندم بس قيصري. مرتين قيصري. تمام. حصل ولادتين قيصري، آخر واحدة فيهم إمتى؟ من حوالي سنتين وشهرين. طيب أنت لما حصل ولادة قيصري مفيش مرة من المرتين اللي ولدت فيهم قيصري ده حطت قسطرة بعد الولادة؟ يعني لمدة مثلا ساعتين. لمدة ساعتين، بعد أنهي ولادة فيهم الأولى ولا الثانية؟ الأولى والثانية. بعد الولادتين حطت قسطرة لمدة ساعتين. تمام. تمام طيب ساعتين بس واتشالت وبعد كده اتبولت عادي مفيش مشاكل. مفيش أي مشاكل تاني بس. طيب هي ما بيحصلش إن المية ما بيحصلش منها تبول في أي وقت تاني في اليوم لا إرادي ولا هو بس ساعة الجماع بس؟ لا بعد الجماع بس، ده كمان قبل الجماع يعني ممكن مثلا وقت المداعبة أو حاجة. تمام ماشي تمام ماشي اتفضل. شكرا لاتصالك يا أستاذ شريف والدكتور هيرد عليك حالا. طيب نجاوب الاول مدام مروه على ارتجاع اللي على الكلى. بالنسبه لمدام مروه هو اللي حصل معاها ده ان هي في الاول اتشخصت ان في حصوه في الحالب والحصوه دي محتاجه منظار حالب، وعدم خروج الحصوه ده او عدم الدكتور دخل حاجه من اتنين، يا اما ان الحصوه كانت لازقه في الجدار بتاع الحالب جامد او حصل صعوبه في ان هي تتشال بالمنظار وعشان كده الدكتور اضطر يحط دعامه، ودي من المضاعفات الوارده اللي بتحصل او من المواقف الوارده اللي بتحصل، مش عيب ولا يعني مش مشكله يعني بتحصل احيانا. تمام. المفروض ان هو بعد كده لما بتتشال الدعامه بيكون يتعمل حاجه اسمها دراسه مرتجعه جوه العمليات، بتتحقن صبغه وتتصور يتصور الحالب بجهاز الاشعه الموجود جوه اوضه العمليات ويتشاف مكان الحصوه دي فين في اليوم اللي بتتشال فيه الدعامه بحيث ان هي يتم استخراج الحصوه. تمام. او بيتعمل بعد ما بتتشال الدعامه في الفتره اللي بعدها في فتره المتابعه اللي هي المفروض دلوقتي بيتعمل اشعه تاني اشعه تلفزيونيه اذا لسه الارتجاع موجود على الكليه، ده معناه ان العنصر اللي سدد الحالب من تحت لسه موجود. تمام. وبالتالي بنكمل تاني نفس الكره، بيتعمل اشعه بس المره دي يستحسن بلاش الاشعه المقطعيه لان الاشعه المقطعيه مش هتضيف جديد، المفروض تعمل اشعه بالصبغه يعني تحقن صبغه جوه الحالب وتتصور اما اشعه عاديه بالصبغه او اشعه مقطعيه بالصبغه عشان يتم تحديد اذا كان في ضيق فعلا في الحالب زي ما هي بتقول او اذا كان في الحصوه تم ان هي اتاخرت او اتحركت بره الحالب. تمام. او ان الحصوه موجوده لسه اتنقل مكانها من مكان لمكان وده هيساهم في خروج الحصوه بعد كده، ده لو كانت الحصوه لسه موجوده اصلا. الاعراض اللي هي بتقولها دي لها معنى من اتنين، اما ان في التهابات جديده نشات في مجرى البول او في الحالب. تمام. واما ان الحصوه لسه موجوده فعلا في مكانها ما اتحركتش وهتحتاج ان هي تتدخل تاني وتحل المشكله. الخطوه اللي جايه بالنسبه لمدام مروه اشعه تلفزيونيه جديده نشوف فيه ارتجاع ولا لا، اذا لسه فيه ارتجاع موجود على الكليه بنتحرك خطوه ثانيه ونبدا نكمل في الاتجاه ده، اذا ما فيش ارتجاع فهي بتبدا تاخد علاجها في صوره بقى مضادات حيويه مبنيه على تحليل البول عشان الالتهابات الموجوده. ده بالنسبه لمدام مروه. بالنسبه للحاله الثانيه الاحتمالات فيه كتير. الاحتمالات ان هي حصل اثناء الولاده من الولادات يكون حصل جرح بسيط في المثانه وتكون نسور مثلا، ده سبب من الاسباب اللي ممكن تعمل ان الميه تنزل ساعه الجماع في تحديد الجماع. وبقيه اليوم ما بيبقاش في ميه خالص يا دكتور؟ لا في الموقف بتاع النسور ده صعب، يبقى لازم الميه تبقى موجوده طول اليوم، الميه هتفلت لانها بيحصل نسور او فتحه ما بين المثانه والمهبل، دي بتحصل ساعه الولادات القيصريه احيانا. هو قال ساعه الجماع بس اللي بيحصل التراكم. فده بيخلي الاحتمال ده احتمال بسيط او احتمال ضعيف او غالبا مش موجود. هو قال ساعه المداعبه يعني في الاول، في ناس بيبقى عندها ستريس، بيبقى الستريس ده بيخلي فيه نشاط زايد، تلاقيه مثلا لو هيتعرض لضغط دلوقتي يقول لك انا مزنوق دلوقتي حالا. تمام؟ وممكن ينزل شويه ميه صغيرين خالص. تمام؟ فده ممكن يكون نوع من انواع السلس البولي الملح اللي هو بيجي ساعه الايه؟ ساعه الجماع. في ناس ممكن يكون في ريتنشن اوفر فلو برضه اللي هو درجه من البول او المثانه فيها بول كتير، فلما بيحصل الجماع الجماع ده بيضغط على المثانه، المهبل بيتسع نوعا ما فبيضغط على المثانه فبتبدا الميه تفلت بالايه بالطريقه ده. ممكن يكون في عندها ضعف في عضلات الحوض برضه مع الحركه والضغط اللي بيحصل ساعه الجماع ممكن تفضي المثانة. الاحتمالات كتير. الخطوه الاولانيه لازم هي تعمل حاجه اسمها قياس كميه البول المتبقي بعد التبول، ان هي بتزنق نفسها جامد في الميه وبتروح تفضي الميه. إذا طلع فيه جزء من البول ده متبقي بيتعمل بقى فحص مهبلي يتشاف لا قدر الله يكون في حاجة مثلا سقوط أو حاجة قافلة المهبل أو أي خلل بقى تشريحي حصل، لأن الست دي عملت مرتين عمليات إيه قيصرية.
بس القيصري حاجه والطبيعي حاجه يا ما هو دكتور قيصري محمود. دي حاجه ودي حاجه تانية، بس في اثناء العمليه القيصريه التشريح بتاع الجسم ممكن يضطرب، لانه عملت مرتين مش مره واحده، دايما المره الثانيه الفتحه الثانيه دي بيبقى ممكن احيانا مش دايما يعني، بس بيحصل اضطراب في الوضع التشريحي دايما بتاع الجسم، فوارد ان يكون حصل حاجه موقف ما. الخطوه الاولانيه اللي لازم يعملها يحسب كميه الميه المتبقيه بعد التبول، بتعمل اشعه تلفزيونيه وبعد كده بتتبول وهي مزنوقه اول مره، وبعد كده بتتبول وبعد كده يتعمل اشعه تلفزيونيه ثانيه. اذا في كميه ميه متبقيه كتير اثناء بعد التبول بتحتاج بقى فحص نسا علشان نبدا نشوف ايه المشكله. اذا كميه الميه المتبقيه ما فيش او كميه مهمله، ده غالبا حد عنده ستريس او حد بيحصل عنده الحاح في اللحظه في الاوقات دي، فبتبدا تاخد مثبطات للايه للمثانه والامور بتمشي على هذا الاساس. طب معانا اتصال تاني يا دكتور ناخده. مدام ايمان مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا والدتي عندها السكر، انا ما سمحتش الحلقه من اولها، انا لسه فاتحه من شويه. تمام اتفضل. والدتي عندها السكر وبرده عندها مشكله في موضوع البول ده. طبعا. وهي لو سمحت يعني تتوجه لايه؟ لان هي عندها السكر بقى له ازيد من 20 سنه. طيب حجم المشكله؟ البول ده ضايقها جدا. حجم المشكله؟ حجم المشكله طبعا ما بتلحقش نفسها في موضوع البول. يعني نقدر نقول ان هي وهي قاعده كده بيجي لها شعور مفاجئ بالتبول، تمام؟ ولا هي لما بتكح او تعطس او يحصل اي حاجه زي كده يعني الميه بتفلت؟ لا مش مع الكحه والعطس، يعني هو بيجي لها رغبه ملحه في التبول. تمام، رغبه ملحه في التبول وبتشرب طبعا كتير لانها مريضه سكر، ويا دوب تشرب من هنا وعايزه تروح الحمام من هنا. تمام اتفضلي اسمعين. اتفضلي اسمعين. شكرا لاتصالك يا مدام ايمان. قبل الاتصالات برضه كنت عايز اسالك على موضوع شرب الميه بالنسبه للي بيعانوا من مشاكل اللي هم التنقيط بمعنى اصح. احنا هنتكلم اول على مريضه السكر بس، وبعد كده نرجع لشرب الميه. بالنسبة لمريضة السكر، السكر نفسه عنده أسباب يعمل منها أو يكون بيها السلس البولي. أول حاجة السكر ده هو بيبقى كمية البول كتيرة، تمام؟ ففي الناس اللي عندها ضعف في المثانة بيبقى فرصة البول تنزل بسهولة، يعني كمية البول كتيرة، فالناس اللي عندها ضعف في عنق المثانة أو في الحوض بيبقى يعني كمية البول باستمرار كتيرة، مع أي كحة أو حاجة بتنزل. طبعًا هي أكدت إن هي ما عندهاش نوع من أنواع السلس الإجهادي، إن الضعف في البول كويس. لكن البول ممكن او مرض السكر اللي هو السكري، يعني اللي هو البول السكري، عنده اسباب تانية يعمل بها سلس بول. اول حاجه بيعمل مشاكل في الاعصاب نفسها، نيورايتس، التهابات في الاعصاب، دي بينتج عنها ان المثانه بتبقى نشطه زياده، بقى في المثانه النشطه من اهم اسبابها مرضى السكر، ان المثانه دي ما بتتملاش للاخر، عند كميه قليله بتتملي فيها وتبدا عايزه تطرد البول اللي فيها، فبتنقبض حتى من غير الاوردر، يعني لا اراديه بتقوم منقبض. الحاجة التانية ان السكر دايما بيبقى معاه التهابات، تمام؟ الالتهابات بتاعت المثانة دايما، المريض السكر ده المناعة ضعيفة، والمثانة عضو معرض باستمرار للميكروبات، منه للشارع في مجرى بول بسيط، فبتبدأ الميكروبات تدخل بسهولة، مفيش مناعة، مفيش جهاز مناعي قوي في مريض السكر، فبتبدأ الالتهابات موجودة باستمرار. والالتهابات احنا اتفقنا التهابات المثانة من أسباب السلس البولي. فهي محتاجة السكر ينضبط بشكل أساسي، الحاجة التانية تتأكد ان مفيش التهابات، ولما تيجي الالتهابات تتعالج بسرعة، صورة مضاد حيوي شورت كورس كده من 3 ل 5 أيام وخلاص، ما تكترش. بعد كده هو المثانة النشطة بقى هيتبقى عندها درجة من السلس البولي اللي هي ناتجة عن المثانة النشطة دي، هتبدأ معاها بشكل علاجي بسيط، يعني تبدأ بالعلاجات الدوائية في الأول بتجيب نتيجة، وممكن تمشي عليها سنين، سنتين، ثلاثة، أربعة، ولما تبدأ العلاجات البولية اللي هي زي مضادات الكولين زي ما قلت لحضرتك، أو البيتا، منشطات البيتا 3، الحاجات دي بتبدأ تاخدها بشكل مع طبيب مسالك بولية بشكل متدرج. كل ما لو فقدت بقى القدره او لو العلاجات دي بدات تفقد كفائتها معاها، بتبدا تاخد خطوه اعلى زي ما قلت لحضرتك، حاجات زي حقن الباتوكس او او او, أو الحاجات دي. ده بالنسبه لمريضه السكر اللي هي سالتنا من شويه. طيب بالنسبه بقى لشرب الميه، هو طبعا ده حاجه زي ايه، فكره ان انا عشان اصلح مشكله السلس البولي او ان انا اتجنب مشكله السلس البولي، هم مش عارفين ان ده سلس بولي، هم شايفين ان هم بيعملوا حمام وخلاص. طبعا ده زي حد بيدفن راسه في زي النعامه كده لما بتدفن راسها في الرمل، تمام؟ لان الكلى عشان تؤدي وظيفتها بشكل كويس محتاجه امتداد من الميه بشكل او مد من الميه بشكل منتظم، مش بس كمان كتير، يعني لا يعني ما ينفعش اجي اشرب الميه بتاعت اليوم كلها الصبح مثلا، لا لازم باستمرار الميه داخله الجسم كل ساعه او كل ساعه ونص بالكتير قوي كوبايه ميه. طيب انا لما ما بعملش كده، انا حرفيا كده انا بهين الكليه بتاعتي. ليه؟ لان الكليه دي هي بتشتغل بخاص اوزموزيه او اوزموسيه، تمام؟ الاوزموزيس بتاعت الكدني او بتاعت الكليه دي هي ناتجه من ان الدم في حاجات عنده هيخرجها خلاص، في صوديوم هيخرج، في مواد في الدم لازم هيحصل لها استخراج. لو الكليه متاح قدامها كوبايه ميه قد كده، هي مطالبه او مطلوب منها ان هي تخرج كميه الاملاح او كميه الحاجات اللي الدم عايز يطردها دي في كوبايه الميه دي. نفس الوقت لو هي قدامها 10 لتر ميه هتخرجها في ال 10 لتر ميه دول، في 10 لتر ميه دول. طيب لما انا لما بطلب منها ان تخرج في كميه ميه قليله، انا بخليها ترهق، بجهدها،
الكليه بتبذل مجهود بزياده، ده زائد ان هي هتبقى عرضه لتكوين الحصوات. عشان كده ما ينفعش حد يصوم عن شرب الميه اكتر من ساعتين ثلاثه بالكتير قوي، تمام؟ ساعتين ثلاثه وتشرب ميه. طب انا لما اكون هقعد 8 ساعات بره البيت ما اشربش، لا انا اشرب ويحصل الميه تفلت مفيش مشكله، تمام؟ الهدوم اتبلت هي دي الازمه، لكن الفكره كلها ان شرب الميه لازم يبقى موجود مستمر. وده ولياكد الكلام ده ان السلس البولي في حد ذاته له علاج، يعني السلس البولي مش مرض ملوش علاج، السلس البولي له علاجات مش علاج واحد، وله حلول مش حل واحد بس. طبعا. احنا اتكلمنا عن اضطرابات التبول والسلس البولي عند الستات وعند الرجاله، في بقى حاجه مهمه جدا يا دكتور عند الاطفال، بس دلوقتي معانا اتصال بقاله فتره ناخده، لان انا عايزه اتكلم عند الاطفال بيبقى في بقى ايه مشكله طبعا. غير السلس البولي بيتبولوا لا ارادي اثناء النوم. تمام. مدام سحر مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إيه لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاكي اتفضلي. بعد اذنك يا دكتور، جوزي كان تعبان بقاله 10 سنين كليته تعبانه. تمام. فراح كشف وحلل قالوا الكليه بتاعتك واقفه خالص. كليه واحده بس؟ مش تعب ولا حاجه دلوقتي، بس هي عايزين نشوف نقل. مدام سحر، هي كليه واحده بس اللي واقفه؟ كليه واحده بس اللي واقفه؟ ايوه كليه واحده اللي واقفه. تمام. هو اتفضلي. طب زوج حضرتك عنده كام سنه؟ عنده 53. 53 سنه، ما بيعانيش من اي امراض مزمنه؟ لا الحمد لله. يعني لا ضغط ولا سكر مثلا؟ لا لا. طيب ما عملش اي عمليات قبل كده؟ على طول ما فيش تعب دلوقتي، بس عايزين نعرف نشيلها يعني. الكليه دي معلش معلش يا مدام سحر بعد اذنك، الكليه دي اللي هي اللي واقفه دي ما عملش فيها اي عمليات قبل كده او اي تدخل؟ لا. تمام ماشي، اتفضلي يا مدام سحر. هقول لحضرتك الدكتور هيرد عليكي، وشكرا لاتصالك يا مدام سحر. الراجل ده هو هيبقى مطلوب منه مبدئيا كده يعمل تحاليل نشوف الوظائف بتاعت الكلى، وظائف الكلى بتاعت الجسم ككل في صوره السيرم كرياتينين او تحليل وظائف الكلى، وممكن حاجات تانية تدينا ايمج طبعا زي البلاد يوريا نيتروجين والحاجات بتاعت الوظائف بتاعت الكلى، التحليل الوظيفيه بتاعت الكلى، وهيعمل اشعه تلفزيونيه على الكلى. تمام. الاشعه التلفزيونيه مبدئيا كده تدينا صوره عامه عن حاله الكليتين، اذا كان عليهم اي اسباب تشريحيه تؤدي ان الكليه تقف، زي مثلا الارتجاع الشديد المزمن اللي بقاله فتره طويله، زي حصوات الكبيره قوي، زي لا قدر الله الاورام. وبعد كده بناء على الاشعه التلفزيونيه دي بيتاخد بقى القرار هو محتاج يعمل اشعه ثانيه نوعها ايه عشان نحدد بشكل اكتر. يعني مثلا لو المريض ده هو طلعت الكليه سليمه مفيش فيها اي مشكله ولا اي حاجه خالص، هنا ممكن نعمل الاشعه المقطعيه تبين حاجه الاشعه التلفزيونيه مش موجوده. إذا طلعت الأشعة التلفزيونية مثلا قالت إن في حاجة اسمها نيفروباث اللي هو الاعتلال بتاع نسيج الكلى، خلاص دي مشكلة وظيفية في الكلية وهتبدأ ياخد علاج فيها أو علاج دوائي للكلى. إذا طلعت الأشعة مثلا فيها انسداد في عنق الكلية، ممكن هنا يحتاج يعمل أشعة مقطعية أو يعمل حتى مسح ذري علشان نشوف إيه اللي عامل القصة. الخطوة الأولانية لازم يعملها تحليل وظائف كلى، تمام؟ يعمل أشعة تلفزيونية. تحليل وظائف كلى هيديله صورة عامة عن وظيفة الكلى أو وظائف الكلى في الجسم بشكل عام. أشعة التلفزيونية هتقدر توجهه الخطوة اللي بعد كده إيه كتشخيص عشان يتحدد السبب. فكرة إن الكلية مش شغالة بمجرد الفحص الإكلينيكي ده صعب، يعني هو لازم يبقى فيه فحوصات أكدت إن الكلية مش شغالة. معانا اتصال تاني يا دكتور. أم محمد مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي الدكتور معاكي. اتفضلي يا أم محمد معاكي. بعد إذن حضرتك، عندي بنتين. بنت عندها 9 سنين وبنت عندها 7 سنين. تمام. طبعا عندهم الحمام بالليل كتير قوي. فيهم اللي هي الصغيره اللي عندها 7 سنين دي بتبقى ماسكه نفسها جامد وما بتاخدش الحمام بالعافيه. طيب هما بالنهار. انا كشفت مره واخدت علاج وما عملش معاهم حاجه. طب اتفضلي بس، هما بالنهار بيتبولوا بشكل كويس بشكل طبيعي ولا في عندهم مشكله؟ بالنهار الكبيره بتعمل عادي طبيعي، لكن اللي عندها 7 سنين ديت بتخش الحمام يعني بالعافيه، هي بتمسك نفسها لازم بعد بتعرف تخش الحمام. هي بتدخل الحمام بالعافيه لان هي مش عايزه تدخل ولا لان عندها صعوبه في التبول؟ هي مش قادره ان هي تخش. تمام ماشي، اتفضل اتفضل. تمام. شكرا لاتصالك والدكتور هيرد عليكي حالا. ده اللي انا كنت عايز اقوله لك يا دكتور قبل المتصله، ان الاطفال بيعانوا من حاجتين، بس حاجة جاوبها الاول لان انا هسالك على حاجه ثانيه برضه. طيب بالنسبه للبنتين دول هو الوضع مختلف، في واحده هي بالنهار وضعها كويس، يعني بتتبول بتحس بالتبول، بتحس ان هي مزنوقه، تمام، عندها رغبه في التبول، قدرت تحدد الرغبه دي، راحت اتبولت وخرجت مفيش اي مشكله خالص. بس بيجي لها زياده في تكرار التبول بالليل. دي بمنتهى البساطه طفله نومها تقيل، مش اكتر من كده، خلاص؟ لازم العلاج بتاعها يبقى بصوره في صوره تمارين اكتر منه في صوره علاج. لازم الطفله دي تتعود او يتعمل معاها شويه اجراءات بسيطه كده علشان خاطر تتعود على ان هي تتعرف على احساس الزنقه ده بالليل
وتصحى وتروح تتبول. مع انها كبيره يا دكتور مصطفى. ما هي كبيره بس ما اتعلمتش، ما اتعودتش. الاطفال دلوقتي عندهم مشكله في الحاجات الطبيعيه الاساسيه، المفروض تتعلم. تلاقي طفل مثلا سنتين او ثلاثه وماسك التابلت وما بيعرفش، ما يعرفش يميز هو مزنوق في الميه ولا لا، او ممكن يتلهي من كتر اللي هو بيلعب. يا دكتور مش في عارفه بالظبط، زي ما بتكوني حضرتك جايبه موبايل جديد مثلا كده وبتنزلي عليه برامج. هو التبول ده برنامج بينزل او حاجه زي برنامج بالظبط، ان هو ازاي يحس انه مزنوق، بيحس بايه، بيعرف ازاي انه مزنوق، ولما يكون مزنوق بياخد القرار هل انا هقدر دلوقتي ولا لا. ولو انا مش هقدر دلوقتي، يعني انا وضعي بتاعي انا نايم مثلا وعايز اكمل نوم مش عايز اقوم، هل هو نموه او عنده عضلات الحوض قويه بالقدر الكافي انه يقدر يمسك نفسه لحد ما يصحى الصبح. بس هي دي الفكره. طيب دي هيتعمل معاها ان هي زي ما بقول لحضرتك كده هتتدرب على شكل معين، وفي الايام التدريب ده هو او في الايام اللي بتتمرن فيها على ان هي تتحكم في الميه بتاخد علاج من صوره برضو مضادات الكولين اللي هي بتثبط المثانه. تثبيط المثانه هنا بيدي نتيجه، بس النتيجه مش بالكفاءه اللي هتديها لك التمارين اللي هي هتفضل عايشه معاها على طول. التمارين دي تبقى في صوره، اول حاجه ان عدد ساعات النوم ما يبقاش كتير، لان الطفله دي ببساطه شديده جدا نومها تقيل. عدد ساعات النوم لا يتعدى 8 ساعات، والثمان ساعات دول يبقوا مواعيد ثابته، علشان في السن ده، في سن ما قبل البلوغ ده، حركه الهرمونات بتبقى مرتبطه بمواعيد النوم، يعني كل هرمون بيطلع في وقت معين، فده بيأثر كتير على النمو بتاعه، تمام؟ فالفكره كلها زي هرمون النمو مثلا بيطلع بعد عدد ساعات نوم معين، فلازم ساعات النوم تبدا بوقت محدد وتنتهي بوقت محدد. وفي نص الثمان ساعات دول علشان تكسري الغيبوبه اللي هي بتبقى فيها دي، او النوم الشديد قوي اللي هو بتبقى فيه ده، يتقسموا لاربع ساعات نوم دول تصحى. ويبقى الهدف هنا مش ان هي تصحى عشان تروح بس مجرد تروح دوره الميه فتبقى السرير ناشف، لا، الهدف ان هي تصحى وتبقى فايقه وتتكلم، ولما تتبول تتبول وهي فايقه، يعني مش تصحيها منعوسه وتاخدها من على السرير وهي منعوسه وتروح تعمل تبول، انت كده بتزودي المشكله اللي هي فيها. ده بالنسبه للنوم. لازم كمان وهي بتتبول تتعلم تقطع التيار. التقطيع بتاع التيار ده هو التطور او هو شكل من صور حاجه اسمها كيجل اكسرسايز او تمارين كيجل، اللي هي بتقوي عضله الحوض. هي لما تقعد تعمل كده وهي بتتبول تقفش وتقفل، شبه الراجل اللي بيروح يشيل حديد، بعد شويه بتبقى العضله بتاعه دراعه كبرت، تمام؟ هي نفس الفكره، انت بتقوي العضله بتاعه الحوض، بيبقى عندها قدره على ان هي تتحكم في التبول. ده بالنسبه للبنت اللي هي بالنهار سليم. بالنسبه للبنت اللي عندها مشكله بالنهار، لا، دي يستحسن تتفحص، لان بعض الحالات اللي عندها عدم القدره على التبول بتبقى مخبيه وراها عيوب خلقيه، تمام؟ ففي الوضع ده هو لازم البنت دي تعمل مبدئيا كده تحليل بول، وتعمل اشعه تلفزيونيه على الكليتين وعلى المثانه عشان نقدر نتتبع لو كان في عيوب خلقيه ولا لا. اتفضل. للاسف يا دكتور حلقتنا انتهت النهارده. كان نفسي طبعا اتكلم عن اضطرابات التبول عند الاطفال، نتكلم عليها في حلقه ثانيه ان شاء الله. نورتنا يا دكتور، يا رب يكون الساده المشاهدين استفادوا من الحلقه ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا النهارده في برنامج استاذ في الطب. انتظرونا في حلقات قادمه والى اللقاء ان شاء الله.